أعتقد أستاذ علي نتكلم على موضوع سابق لأوانه، لكن إذا يعني قضية محافظ بغداد سواء يجي من أي طائفة، يعني أعتقد هنالك لدى القوى السياسية معايير، وهنالك هذه المعايير نابعة من اتفاقات، هذا أعتقد فرضية لن تحدث باعتبار أن الاتفاق على منصب محافظ بغداد هو يكون من الطائفة الكريمة الأغلبية الطائفة الشيعية. لكن دعني أتكلم عن موضوع مهمة جدا في قادة الإطار، يعني في مو هذا الاجتماع اللي قبله، يعني طرق مسامعنا انه كانت دعوات من اعتقد شخصيه مهمه من الاطار لتاجيل الانتخابات. نعم. ورفضت من قبل بقيه القيادات في داخل الاطار. نعم. اعتقد مهمه الحكومه حتى تزيل كل هذه المخاوف، مهمه الحكومه السيد السوداني مثل ما اصرت على ان الانتخابات جزء اصيل من برنامجها الانتخابي، لابد عليها ان توفر بيئه انتخابيه امنه وعادله. إذا هذه أعتقد هذه الرسائل بدل أن توجه للقوى السياسية الأخرى للتراجع عن مشروعة دفع الجماهير باتجاه المقاطعة، لابد أيضا أن تكون هنالك تأكيدات على الحكومة من أجل حقيقة ضبط الوضع الانتخابي، وحتى تحفظ أيضا القوى السياسية جميعها تحفظ عملية سلاسة ذهاب جماهيرها وتحفظ أوزانها الطبيعية. وبالتالي ليس من الصحيح أن كل ما تأتي انتخابات نكون بعد الانتخابات نشكك في شرعية الانتخابات، وبالتالي لا يتم يعد المجتمع حقيقة يقبل مثل هكذا فرضيات واحتمالات، وهو أصلا يعني قناعته بعملية المشاركة متزعزعة نتيجة عوامل كثيرة. يعني قد يكون الإعلام مؤثر بشكل وبآخر، قد تكون نسبة يعني سوء الخدمات، المشاكل الأخرى كلها تراكمية أثرت بشكل وبآخر على أن تكون نسبة المشاركة غير كبيرة. وبالتالي هذه الحكومة حتى تعيد الثقة لابد أن توفر بيئة انتخابية عادلة وتخرج انتخابات سليمة يقتنع بها الجميع ويحتكم إليها الجميع لتشكيل مجالس المحافظات وتشكيل المحافظين بالمرحلة المقبلة.